رميسة، خولة، العربي، أطفال مهما اختلفت أسماءهم إلا أنهم يشتركون في حجم المعاناة والألم. وحتى هذه الرضيعة التي لم يتجاوز سنها 4 أشهر لم تسلم من الحروق الجسدية لتصاحبها آثار نفسية مدى الحياة. الشروق نيوز تمكنت من اختراق أسوار أجنحة الأطفال المحروقين للعيادة المركزية المتخصصة في الحروق بباستور، ووقفت على بعض الحالات وحاورت أطفال دفعوا فاتورة تهاون الكبار فحرقت أجسادهم وشوهت. جيت باش نرمي البطاطا في الزيت، كانت تقعطر شوية بالماء، من بعد كرميتها في المقلاة طار عليا الزيت، من بعد تيو كاني باردي، من بعد لهبت فيا النار، من بعد قعدت نسوغ 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 ونتمرمد في لاكور باش نطفي روحي. من بعد ما قدرتش حتى جات ماما سمعتني نسوق، كانت تصلي في المغرب، جات طفاتني بالسجادة. من بعد عيطت لبابا جات طفاني، واني في عام لهنا يوم بعد نسينا باش يبعدوني الخارج، كل يوم ما يقولوا لي ما عليه. وما زال كنت قاعد مع بي نديرو في لاتاي ديك الغرعة الصغيرة نتاع الغاز، حطينا شعل فيها الغاز وطرتقل. السحقات الكهربائية هي الأخرى لها نصيب في تشوهات الأطفال، فكم من طفل بترت يده في لحظة. واحد الطفل كان يلعب بالخيط في الآخر لونتيل تاع ليسق في بارابول، ليسق في الديموم الله هذاك، يلعب بالكابلي هذاك لاحه فوق الخيوط تاع تريسيتي، وانا طلقت خويا كان يلعب قدامه، كي اشتهكاك ضرب لاماس، انا خفت الخيط يتقطع، رحت نجري جبت الخيط صرالي هكا. أطباء يرون أن الجراحة التجميلية وزرع الجلد الحل الوحيد للتخفيف من مخلفات هذه البراءة. نروح الجراحة الترميمية عند المحروق، لأنه واش يصرى صدر كي نديروا عملية زرع الجلد ولا كي يكون محروق كان انكماش تاع الجلد هذاك، وهذاك الانكماش يقدر يدير له حوايج. نعطيك ان سامبل اكزومبل، كي يكون زعما واحد محروق نيفو دي كود ولا شي حاجة، يقدر هذاك الجلد كي يتكماش ما يقدرش الإنسان هذاك يخدم بيدو نورمالمون، يقدر يكون في اليد، ما يقدرش يتوليزي اليد تاعو باش يكتب ولا شي حاجه. في هذيك الحاجات حنا يلزم نديروا العمليه الجراحيه باش اون ليبر صدر، باش نسرحوا هذيك الارتيكولاسيون، الانسان يعاد يقدر يخدم بها. العياده المركزيه للمحروقين الكائنه بنهج باستور بالعاصمه سجلت قرابه 3000 حاله خلال السداسي الاول من السنه الجاريه، على الرغم من حملات التحسيسيه. المرضى اللي طلبت الحاله تاعهم دخول المستشفى هي 610 حاله طفل، يعني سجلتها المؤسسه في سنه 2013. وتبقى الحملات التوعويه الطريقه المثلى لتفادي مثل هذه الحوادث من خلال تحسيس الاطفال واوليائهم بخطوره بعض العادات سواء في المنزل او خارجه.